كانت ترغب دائما بأن تكون هي الملكة، إلا أن القدر شاء بأن لا تولد هي أولا. شأنها شأن أغلب الأمراء الذين حرموا من العرش لأنهم ولدوا في الوقت الخطأ. طالما حسدت أختها الملكة إليزابيث الثانية على منصبها كأقوى امرأة في العالم، ومع ذلك فلقد كانت تحبها باستمرار. هي أميرة مثيرة ومتمردة، جميلة ومندفعة، لا أحد يمكن له أن يتوقع بماذا ستصرح أو ماذا سوف تفعل بعد دقائق. خانها زوجها فخانته مع ولد طائش في فضيحة كبرى في المملكة المتحدة. عن الأميرة مارغريت روز الأخت الوحيدة للملكة إليزابيث تحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. لا تنسى أيضا تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد ننشره. ولدت الأميرة مارغريت في 21 من أغسطس سنة 1930. أصبح والدها ملك المملكة المتحدة وهي في 6 من عمرها، وكان ذلك بعدما تنازل عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش، وبالتالي فلقد انقلبت حياتها رأس على عقب. كانت هي وأختها الأميرة إليزابيث التي تكبرها ب4 سنوات فقط بعيدتان كل البعد عن خط العرش، إلا أنه وبعد أن أصبح والدها ملك بريطانيا أصبحت هي الابنة الصغيرة المفضلة للملك جورج السادس، فيما أصبحت أختها إليزابيث ولية العهد. طالما تمنت مارغريت أن تكون هي الكبرى حتى ترث والدها، إلا أنها وجدت نفسها مكبلة بقانون جعلها تقضي كل حياتها في المرتبة الثانية. وفي السنوات الأخيرة من حكم والدها وقعت مارغريت في حب قائد هو بيتر تاونسند، وعندما توفي والدها سنة 1952 أصبحت أختها إليزابيث ملكة، وطلق حبيبها زوجته على أمل أن يتزوج من الأميرة ماغو، إلا أن هذا الزواج قُبل بالكثير من الرفض، وذلك لأن الكنيسة الإنجليزية ترفض زواج المطلقين. تخلت مارغريت في النهاية عن خططها لتتزوج بعد ذلك من المصور أنتوني أرمسترونغ، وذلك طبعا بعد أن وقعت في حبه أيضا. كان زواجهما سنة 1960، ولقد أعطتهما الملكة لقب كونت وكونتيسة سنودن، ولقد أنجبت مارغريت من زواجها ابنين هما سارة وديفيد. من الحكايات المثيرة التي ارتبطت بالأميرة مارغريت أن الفنان الشهير بابلو بيكاسو قد وقع في حبها في 50 القرن الماضي، لدرجة أنه أراد أن يطلب الزواج الرسمي منها، إلا أن الأميرة عندما سمعت بنواياه من صديقه أثار الأمر غضبها كثيرا وقالت: أعتقد أنه أكثر شيء مثير للإشمئزاز سمعته على الإطلاق. وكما أسلفنا فلقد تزوجت الأميرة من أنتوني وكانت أنذاك في 29 من عمرها، ولقد كان حفل زفافها أول حفل زفاف ملكي يتم بثه على التلفزيون في إنجلترا، ويقال بأنه قد شاهده 300 مليون مشاهد حول العالم. اشتهرت الأميرة مارغريت بأسلوب حياتها الباهر، كما عرفت أيضا بحبها لعالم الليل وللسهرات. كانت هنالك أيضا الكثير من الأحاديث عن خيانة الزوجين لبعضهما، لينتهي الزواج رسميا سنة 1978، وذلك بعد فضيحة مدوية تمثلت في خيانة الأميرة لزوجها مع شاب طائش. هذا الشاب الطائش هو رودي الذي انتشرت صوره مع الأميرة في كل الصحف، ولقد سببت هذه الصور إحراجا كبيرا للعائلة المالكة. انتهى الأمر بطلاق الأميرة، ولقد كان أول طلاق للعائلة المالكة البريطانية منذ 400 عام. عرفت هذه الأميرة أيضا بأنها مدخنة شرهة، ولذلك فلقد تدهورت صحتها باستمرارا بسبب التدخين. تعرضت سنة 1998 لسكتة دماغية لتتوالى عليها الأزمات الصحية وتغادر الحياة سنة 2002. كانت آنذاك الأميرة مارغريت في 71 من عمرها، ولقد أوصت قبل وفاتها بحرق جثمانها ونثر رماده على قبر أبيها جورج السادس قبر أمها الملكة إليزابيث الأم بعد وفاتها. نفذت الوصية في قصر وينتسور، وأجريت مراسم الجنازة في 15 من فبراير، وهو يوم الذكرى 50 لجنازة والدها الملك جورج السادس. وجدير بالذكر بأن الملك كان يحب ابنته مارغريت كثيرا، وكان يقول بأنها هي سعادته. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.